يا عزيزي نعرفوهم في دول أخرى كانوا يطالبون بمكملات، مكملات معينة، وعندما ثاروا ودخلوا في حروب واتبعوا هؤلاء المحرضين ماذا صار؟ صار يتمنى يجد لقمة عيش، يجد مأوى يأويه، يهربوا الحدود، الله يكون في عونهم. بسبب ماذا؟ بسبب أن ابتلاهم الله تعالى بمؤسسات عسكرية فاسدة وقاتلة ومجرمة وأجندات خارجية. نحن في الجزائر الحمد لله المؤسسة العسكرية في التسعينات عندما كانت تحت سلطة جنرالات قتلة من ما يسموه معروفين بضباط فرنسا ومخابرات في يد فاسدين ومجرمين بمعنى الكلمة، شوف وش حدث وكيف دفع حتى الثمن، لم يدفعه الشعب الجزائري فقط أو الجزائر، بل دفع حتى الجيش الوطني الشعبي، خيرة أبناء قتلوا وماتوا وتم اغتيالهم وتصفيتهم. نعم دفعوا الثمن غالي الجميع بسبب أن المؤسسة العسكرية كانت في أيادي فاسدة. عندما جاءت المؤسسة العسكرية وكانت في أيادي وطنية، هذه الأيادي تعلمت من تجارب سابقة وأخذت الدروس. ماذا حدث؟ أن الجيش لم يقتل مواطن واحد، لم يطلق رصاصة واحدة على الشعب، بل أن مطالب الشعب عندما تأكدت المؤسسة العسكرية أن مطلب نهاية العهد الخامسة ومحاسبة العصابة هو عليه إجماع شعبي، كل المعطيات تقول والله ما نحتاج صناديق الاقتراع، نذهب نقول بوتفليقة فاسد ولا هذو مع عصابة، خلاص صار عليها إجماع شعبي. المؤسسة العسكرية تخندقت مع الشعب، وصرنا نشوفوا يحيى ونشوفوا سلال ونشوفوا غولو ونشوفوا هؤلاء الأباطرة التي كانوا يرفسوا على رؤوس الجزائريين، شفنا عاد نشوفوا فيهم في السجون ويحاسبون وتصادر ممتلكاتهم، حتى رجال المال والأعمال الذين سرقوا البنوك وسرقوا المال العام صرنا نشاهدهم في السجون وأموالهم تصادر وتذهب إلى الخزائن العمومية. نعم هناك نقائص، ولكن يا جماعة الفساد الذي حل في البلاد لا يمكن تخيل حجمه، ما ولو جيب رئيس ما يكون ما يكون لا يمكن أن يحل بهذه السرعة. لا يعني أنه عندما نقول هذا أنني أقدس الرئيس عبد المجيد تبون، لا، الرئيس عبد المجيد تبون له ما له وعليه ما عليه، ولكن أنا أتكلم القضية لا تتعلق بشخص عبد المجيد تبون ولا بشخص جراد ولا بشخص شنقريحة ولا بشخص زيد ولا بشخص عمر، القضية تتعلق ببلد بجانب معنوي يتمثل في الدولة الجزائرية، وهذا تحتاج إلى تكاثف الجميع. يا أخي أنت 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 كل واحد يحوس على الدولة تمشي كما يريده، لا، هناك عقد اجتماعي بين المواطنين والحكام والسياسات، هناك عقد اجتماعي يجب الحفاظ عليه، العقد الاجتماعي هذا هو الذي يحافظ على وجود الدولة، ومن دون ذلك لا يمكن أن نصل إلى شيء يستفيد منه المواطن وتستفيد منه المواطنة أو ترتقي به المواطنة ويستفيد منه الوطن وينفع مستقبله، ولكن أنه نتحول مباشرة كل من ينقصه شيء خلاص في يده مفاتيح الثورة. احنا ما بقت بلد، نحن في مرحلة مسار بدأ في 12/12/2019، وهذا المسار جاء بفضل الله أولا، ثم بفضل حراك الجزائريين في فيفري 2019 ودعم المؤسسة العسكرية لهذا الحراك الذي أعطاه شرعية كبيرة. ما تقول لي يا أخي أنه بمجرد ما تخرج الشارع أنت شعب وعندك شرعية شعبية، لا أبدا. عندما أراد المجتمع الدولي أو تواطأ مع نظام الأسد، قتل نظام الأسد أكثر من 1.5 مليون مواطن سوري وشرد أكثر من 15 مليون ولم يحاسب، بل أنه يجري في الانتخابات ويذهب لصناديق الاقتراع ويبسط. نعم، وعندما أرادت المؤسسة العسكرية أن تدافع، تحولت المؤسسة العسكرية السورية إلى مؤسسة عائلية وميليشيات أرادت أن تقاتل من أجل بشار الأسد، شوفوا ماذا فعلت في البلد. إذن التغيير إذا أراد أن يحدث في بلد يجب أن يكون عنده هناك قاعدة شعبية، تكون المؤسسة العسكرية المؤسسات العسكرية الأمنية تدعمه، وأيضا يكون هناك توافق دولي عليه، هذه مفروضة علي. ما تقول لي لا أنا الشعب وأنا مقرر بلدي والحرية يا أخي ستدخل فوضى، ستدمر مكاسبك، ستدمر اقتصادك. هذا هو العالم، العالم عبارة عن خيوط مترابطة فيما بينها، إذا الحركة التغييرية الذكية هي التي تستطيع أن تتسلل بين هذه الخيوط كما يتسلل الماء بين الأصابع، هذه الطريقة التي يجب. إذن ما تقول لي عندما أراعي هذه المتطلب، أراعي أولا أنه تكون عندي قاعدة شعبية،
وأبعد الشعب عن الطريقة الغوغائية في إدارتها، لأن الطريقة الغوغائية ستصل به إلى الفوضى وستصل به إلى أمور. حتى إذا كان أردنا التغيير، ما يجب أن ندمر العقد الاجتماعي الذي يجمع الشعب والوطن، الشعب والدولة، ما يجب أن ندمره، يجب أن يكون هناك تطلع ضمن إطار استراتيجية نصل بها إلى التغيير المنشود. أما إذا كان نريد أن نعمل هذه الطريقة وكذا 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 وبطريقة فوضوية، المهم نمشي، المهم نفرض إرادتنا على العالم، المهم نتحدى الدول والقوى الكبرى، المهم نحن الشعب والسيادة للشعب وكذا 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 الدولي. إذن التغيير، أنا قلت لكم التغيير لن يحدث ولن ينجح إذا لم يحدث هذا التوافق. ها، أولا قاعدة شعبية جماهيرية تؤيده، مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية تدافع عنه، وقوى دولية تعترف به. من غير هذا، من غير هذا لا يمكنك أن تحدث تغيير. أما إذا كنت تريد أن تتحدى هذا وتريد أن تحرك مجموعة أو نسبة من المواطنين، تخرجهم للشارع ويقفوا ضد الدولة وضد مؤسسات الدولة ويتحدوا العالم ويتحدوا، ستجرهم إلى المهالك، ستجرهم إلى مواجهات غير متكافئة. أنت جايب شعب أعزل وتريد أن يواجه مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ويواجه العالم الذي يريد أيضا أن يحافظ على مصالحه. لا توجد أشياء مقدسة في العالم يا جماعة، العالم يتعامل بمنطق المصالح وليس بمنطق الأخلاق، وإن كانت هذه منطق الأخلاق يتغير على حسب الدول، هناك دول تتعامل مع دول أخرى بمنطق أخلاقي إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصالحها، ولكن إذا تعارض الأمر مع مصالحها فالأولوية للمصلحة وليست للخلق الكريم. هذه هي الحقيقة التي يجب أن ننتبه إليها، وهذا الشيء الذي لا يريد الجزائريون أن ينتبهوا إليه.